ساتر يا رب. شو؟ لا، الأسبوع الماضي استمر تقييم المانجرز وحمدي ناوي يرفع مستوى الأداء لأعلى درجة. أنا ما كنتش معاك في الأغنية اللي انت غنيتها امبارح، التانية بقى ما كانتش انت خالص. زينب في الآخر حصل ثلاثة شوية القفلة مهمة، بس أنا حاسس إن دي مش أول مرة. الدهبيز مبسوطين وهم يسجلون أغنيتهم الأولى. دي جي أوتلو راح يكون معاكم بكرة وبيسجل. لا هو اللي حسجل. السلام عليكم. لا تتوتروا من الأغنية. هي 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 جميلة رومانسية. أنت حياتي مشيغي، أنت تبقي الحب ديالي. وبسمة تحتفل في أول فيديو كليب لها. النهاردة يوم حلو قوي 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 بالنسبة لي ومهم جدا، هتشوفوا حاجة في منتهى الدراما. المشتركين محتاجين نصايح تساعدهم على تحسين مراكزهم. فيفو هو منيح أنه تنزل على فيفو مثلاً 5 صور بذات الوقت. بالعكس هذه تساعد جمهورك أنه يتفاعل معاك على شكل مستمر. أجواء المقر كانت متوترة قبل إعلان الكاشي للترتيب العام. يا ساتر يا رب. حنا وصلنا لنهاية الجولة الثالثة ومن الاثنين اللي في منطقة الخطر. يا رب يكون نور أو هيثم، معهم حصان. في المركز السابع الدهبيز. أما احتمال مازلنا نكون منطقة خطر بعد ما نعرفوا نتيجة هيثم. في المركز التاسع. لا لا، في شيء مش مزبوط. في المركز الثامن جوري. أوف، معلش جوري، ما حد فيكم يدري وش بيصير. بالله عليك ما تعيطيش. جوري 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 والله ما بخسركم. بس الكاشي راجع حساباته مرة ثانية. انت تسكت خالص عشان انا مش طايراه. لانكم الافضل وتستاهلون مكانكم في البرنامج، حتى اللي في منطقة الخطر ما راح يغادر منهم احد. الكل في امان في هالجولة، بس المنافسة مستمرة والنتائج متقاربة. اللي وده يفوز لازم يشد حيله ويثبت إنه يستحق لقب نجم البوليفارد. أحلى عائلة بوليفارد.